السلام عليكم، عاملين ايه؟ كيف اخباركم؟ كل سنه وانتم طيبين. متاخره شويه لكن انا كل شويه كل ما بشوفكم بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. انا في المعتاد ما بحبش اطلع في اي حاجه فيها ترند صراحه، يعني لان الترند بيبقى فيه هوجه كده وكل واحد بيقوله خلاص، وانا مش عايز اعمل دوت على الاطلاق. وكمان ما بحبش اتكلم في الحاجه وهي اول ما بسمعها بيبقى فيها سخونيه، فالواحد بيتعب احيانا من السخونيه ديت، ممكن يكون رد فعله غلط ولا حاجه. انا مش محتاج اتكلم طبعا عن كوين كليوباترا، اللي هو السلسله الوثائقيه اللي عاملاها نتفليكس، وكله اتكلم احسن مني بكتير جدا، وفي اطروحات عظيمه، سواء طرح اللي طرحه باسم يوسف او الطرح اللي طرحه بشير شوشه، لازم تسمعوه بالمناسبه، كان جميل جدا. اجمالا الموضوع اوضح من ان انا اتكلم فيه، ناس كتير اتكلمت احسن مني، لكن في طرح انطرح وانا حابب اتكلم فيه. استاذ عمرو سلامه في طرح مغاير لما هو معتاد، بيقول ان هو هيتكلم ضد التيار، وهيقول ان الاعتراض اللي احنا معترضينه على الشخصيه بتاعت الممثله جميله ادل جيمس بسبب عنصري، لان احنا لو كانت بيضه ما كناش هنعترض الاعتراض دوت. اولا دي شجاعه حقيقيه من الاستاذ عمرو سلامه ان هو يقول راي مغاير للتيار العام. ثانيا انا عارف ان اي حاجه هقولها دلوقتي هيبقى بسببها الناس هتحط عليا، لان انا لو قلت كلام في صف استاذ عمرو سلامه يبقى انا بطبل له عشان امثل معاه، ولو انا قلت كلام ضد استاذ عمرو سلامه يبقى الله اعلم ممكن ياخد مني موقف يخليني ما امثلش تاني. ففي جميع الاحوال انا هقول اللي انا عايز اقوله. استاذ عمرو سلامه مبدئيا هو مخرج مهم جدا، انا اتمنى اشتغل معاه في اي وقت، عمل حاجات فائقه الاهميه، مش في باب ان انا اسردها يعني، لكن بالنسبه لي بحب جدا لمؤاخذه، وبحب جدا الشيخ جاكسون، وطبعا بحب جدا ما وراء الطبيعه اللي حفيت علشان اشتغل فيها وما عرفتش اشتغل فيها في الاخر. ده من سوء حظ. استاذ عمرو سلامه كمان عنده نقط مهمه جدا، هو مصري ومثقف. مثقف انا جبتها منين مثقف ديت؟ انا ايه اللي عرفني بيه؟ ما اعرفوش بشكل شخصي، لكن اعرف علاقته بالدكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه، اللي بحسده عليها وبحسده على قربه منه بالذات في الفتره الاخيره، واعرف من هنا ان هو مثقف فعليا. وكمان هو فنان، وأهمية الفنان إن هو مش في أي فنان، ده مخرج يعني، هو المتحكم في العمل. أهمية الفنان إن هو اللي بيتحكم إلى حد كبير في وجهة النظر بتاعة الجمهور، اللي هو عشان كده بيسموها القوة الناعمة. دي أهمية كبيرة. فلما واحد زي أستاذ عمرو سلامة يقول وجهة النظر ديت، فهي وجهة نظر شديدة الأهمية، ويعني إيه الحرص في طرحها مهم جدا صراحة يعني. أولا لأن هو مصري إفريقي، وثانيا لأن هو مثقف، وثالثا لأن هو فنان وصانع. الحقيقة أن أنا لا أملك إلا الاختلاف مع أستاذ عمرو سلامة. يجوز طبعا أن يكون في بعض الناس اللي بتتكلم بشكل عنصري تماما، وإحنا ما كناش سود ومش عارف إيه، وإحنا أسياد القارة ومش عارف إيه. أسياد القارة دي إحنا بنتكلم على المستوى التاريخي، ده موضوع تاني ونتكلم فيه بشكل تاريخي، مش ده اللي بنتكلم فيه دلوقتي. إحنا بنتكلم في منطقة إيه؟ تزوير التاريخ. يعني ايه تزوير التاريخ؟ ايه اللي حاصل هنا؟ خليني انا هضطر اطرح طرح عن التاريخ نفسه والاعمال التاريخيه والتنامل بتاعها شكله ايه، واستاذ عمرو سلامه عارفه كويس عني اكتر مني، بس انا هقوله علشان الناس اجمالا. ايه هو؟ في عندنا كذا حدث في التاريخ، كذا نوع من انواع الاحداث. النوع الاولاني اللي هو حدث لا يختلف عليه علماء التاريخ، في حدث كده كل علماء التاريخ متفقين عليه، ان مثلا يعني الحرب العالمية الأولى اللي انتصر اتهزم فيها ألمانيا، والحرب العالمية الثانية اتهزم فيها ألمانيا. فلو أنا هغير دوت يبقى ما ينفعش أغيره إلا لو أنا بعمل فانتازيا، لأن مفيش اختلاف عليه. بعمل فانتازيا يعني إيه؟ أنا هتخيل يا جماعة لو ألمانيا اللي انتصرت إيه اللي حصل. إنما غير ده ما ينفعش أغيره، ده فين بقى؟ في الدراما. الدراما بتسمح لي إن أغيره إمتى؟ لما أكون بلعب فانتازيا. إنما غير كده ما ينفعش أغيره، لأن كله متفق عليه. في حدث ثاني بقى بيبقى فيه خلاف ما بين العلماء وبينهم وبين بعض. الخلاف اللي ما بين العلماء وبينهم وبين بعض دوت بيخليني عندي المساحه ان انا اعمل ايه؟ ان انا اختار الخط اللي انا عايزه. يعني ايه؟ يعني مثلا الخلاف دوت هيكون خلاف على حدث تاريخي قديم جدا ما فيش عليه وثائق تثبته، زي مثلا مين اللي مسك بعد خوفو على طول؟ بعض الناس بتقول جدفرع، بعض الناس بتقول خعفرع. فانا حر كراجل صانع للدراما ان انا اخد اللي يتماشى مع الخط الدرامي بتاعي. تمام؟ حاجه تانية بتبقى خلاف حوالين الشخصيات، يعني مثلا يعني فتنه الامين والمامون، بعض المؤرخين المحترمين لما بيتكلموا عن الامين بيقولوا ان هو
كان راجل ورع وحافظ القرآن وبيتصدق وي 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 وي. وبعض الناس بتقول لا ده كان راجل بتاع خمرة وبتاع تصرفات مشينة كتير جدا. فده برضو ده مؤرخ محترم وده مؤرخ محترم اللي بيقولوا نفس الكلام دوت. فأنا كصانع للدراما أنا حر إن أنا أخد الخط اللي يتماشى مع وجهة نظر الدرامية أو مع الخط الدرامي اللي أنا عامله. يبقى احنا كده عندنا ايه؟ اول حاجة موقف ما يختلفش فيه العلماء، ما يختلفش حول العلماء، فده ما ينفعش ان انا اغيره غير في الخط الدرامي الفانتازي. النقطة التانية في خلاف بين العلماء حوالين حاجات معينة، فانا حرك في الدراما ان انا اخد الخط اللي يتماشى معايا. التالت بقى احداث صغيرة مش مؤثرة بشكل كبير على مستوى التاريخ، لكن ايه انا لو غيرتها في الدراما هتساعدني دراميا. ما يحبذش ان انا اعمل التغيير دوت، لكن لو قفلت في الاحداث الصغيره غير المؤثره ممكن. شبه ايه مثلا؟ يعني شبه ان الامام العظيم ابو الحسن الشاذلي احد ائمه الصوفيه الكبار، الراجل دوت قابل التابع بتاعه تلميذه الامام العظيم المرسي ابو العباس في تونس اول مره. لو انا مثلا هعملها جنب تونس ولا بتاع، لانها ده تماشى بخط درامي انا عامله، ممكن، لكن مش مفضل يعني. اخر حاجة هي الاحداث التي لم تذكر في التاريخ. الاحداث التي لم تذكر في التاريخ دي زي ايه؟ يعني مثلا نجم الدين ايوب هو اتجوز شجر الدر اللي هو الجارية اللي كانت عنده اللي كان حبها واعتقها فبقت السلطانة، الاثنين السلاطين. امتى شافها؟ قابلها اول مرة ازاي؟ الحب ده اتكون ازاي؟ ده موضوع مش مذكور في التاريخ، فانا حر كصانع للدراما ان انا اعمل اللي انا عايزه. كل ده بقى في الخط الدرامي. يعني ايه؟ كل اللي انا قلته ده في الدراما لما بتتعامل مع التاريخ. لكن لما نيجي بقى للديكومنتري للوثائقي، الوثائقي لازم يذكر حقائق التاريخ بدون لحفنة. فلو في حاجة مش مختلف عليها ما ينفعش هو يغيرها، ولا حتى بشكل فانتازي ولا غير فانتازي، لان ما فيش فانتازيا في الوثائقي. لو في حاجة في خلاف ما بين الاثنين لازم يذكر وجهات النظر كلها، يذكر مين اللي قال ان جودفر علي يمسك ومين اللي قال ان خعفر علي يمسك. ممكن يقول وجهة نظره من انه فيهم الاصح، لكن لازم يذكر الاثنين. الحاجة الأخيرة اللي هو الماينور، الحاجات الأحداث التاريخية البسيطة الصغيرة اللي ما تغيرش ما ينفعش يغيرها، ده وثائقي مش دراما، مش فيكشن، مش خيال. وأخيرا بقى الحاجات الحياتية، التفاصيل الحياتية التي لم تذكر في التاريخ ما ينفعش يقولها هو وهي مش موجود عليها أي دلائل خالص في الوثائقي. فلما تيجي أصلا نتفليكس وتعمل الفيلم الوثائقي السيريز، السلسلة الوثائقية اللي هي بتكتبها تصنيفها ديكومنتري وثائقي عن كليوباترا، ما ينفعش تغير لا الممثلين التانيين ولا كليوباترا نفسها، هي مغيرة في كل عاملة حاجة كده من دماغها كأنها بتعمل حاجة دراماتيك مش حاجة فيكشنال، حاجة خيالية مش حاجة وثائقية، ودي بالها مسيحة. الحاجة التانية الاعتراض، الظن بان الاعتراض اللي احنا اعترضناه كان على 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 سواد بشره الممثله الجميله جدا اللي انا بحبها، حتى على مستوى الشكل بحبها على فكره، انا بحب السود، بحب السمار جدا يعني. لكن احنا ما كان عندنا لسه حدث قريب جدا حصل فيه اعتراض مرعب على ممثل لانه ابيض البشره لا يتماشى مع الشخصيه اللي كان بيأديها في مصر القديمه، اللي هو الممثل الجميل جدا عمرو يوسف بكل هذه الشعبيه الهائله بتاعته، ممثل عظيم ومحبوب والناس كلها بتحبه، لكن على الرغم من ذلك المجتمع الثقافي والمجتمع التاريخي اعترض اعتراض قوي جدا على ان هو يعمل دور احمس، لان هو ابيض البشره ملون العينين، مما يتعارض مع شكل البطل التاريخي العظيم احمس الاول طرد الهكسوس. ده الاعتراض مش بعيد، الاعتراض وصل لدرجه ان تم ايقاف العمل على الرغم من كل الملايين اللي صرفت عليه، وهو شيء يحزننا طبعا، لكن ما كانش فيه التزام بالحقيقيه التاريخيه، الحقيقه التاريخيه ما كانش فيه التزام بيها. فده مش بعيد، ما هو كان ممثل ابيض اهو، وتم الاعتراض بنفس الشكل بالظبط اللي اعترض عليه، بس الاعتراض هنا كان اعتراض عالمي لان الانتاج عالمي، وبالمناسبه المعترضين مش مصريين بس، ده العالم كله، لان ده انتاج عالمي مش انتاج مصري. انما الاعتراض على مسلسل احمس كان اعتراض مصري، والاثنين كان الاعتراض من اول التريلر، لان التريلر مسلسل احمس كان فيه ما يقرب من 8 اخطاء تاريخيه، بعضها جسيم زي وجود الدقن وزي لون البشره، وبعضها ممكن يتعدى. برضو التريلر بتاع كليوباترا كان فيه اخطاء تاريخيه ما ينفعش، جسيمه ما ينفعش نعديها. فالموضوع ملوش دعوه بالعنصريه خالص نهائي. يجوز بعض الناس بتتكلم بعنصريه، بس انا بتكلم هنا على اعتراض التاريخ عن الموضوع، ما ينفعش دوت يتعدى. فهو على الرغم من كل شيء، يعني انا اتمنى، يعني انا سعيد جدا باللي عملته نتفليكس، لان نتفليكس في الاخر تسببت في ان الناس كلها تتكلم في التاريخ المصري شكله ايه،
اجبرتني على الاقل ان انا راجع بعض الحاجات على مستوى الفتره بتاعت اليوناني والاغريقي، وانا صراحه ما بعزش قوي اليوناني والاغريقي يعني. فانا يعني اولا بشكر الاستاذ عمرو سلامه ان هو بيبدي رايه حتى لو كان رايه مغاير للتيار العام، لكن انا مختلف مع هذا الراي وكان ضروري ان انا اقوله، وانا راجل ممثل وانا اتمنى ان انا امثل مع الاستاذ عمرو سلامه فعليا، لانه مخرج شديد الاهميه على مستوى مصر وعلى مستوى العالم كله دلوقتي، واخد خطوات مهمه جدا، واتمنى ده ما يزعلوش مني، بل انا فعلا فخور بوجوده كفنان مصري مثقف عنده وجهه نظر، لكن اعتقد ان هو جانبه الصواب في هذا الطرح الذي طرحه.